فلدي تقضي الأحبة. طبعاً شعور جميل أنه أجي من كنيسة سيدة لبنان بحريصة إلى كنيسة سيدة لبنان بباريس لنحتفل بهالذبيحة الحلوة ونتشارك فيها أنا وياك. قبل ما أقول وعظتي صغيرة عندي ثلاث معلومات بعطيك إياها زوين تتذكرونها بالفعل. أول معلومة، وقت بتشوفوا حدا عم يقرأ الرسالة وصبي بيحمل شمعة، هيدي ترمز إلى يوحنا المعمدان اللي كان نور ليسوع المسيح. وبالإنجيل في اثنان بيمسكوا شمعة، هون بيرمزوا إلى الملاكين اللي ظهروا على القبر لمريم المجدلية. هون خلصت. المعلومة الثالثة هي إشارة الصليب اللي بنعملها كل يوم مليون مرة. رح أعطي معنى لها هيك بسيط جدا. وقت بنقول باسم الآب لازم نطلب من الآب اللي خلقنا على صورته ومثاله، نطلب نعمة تقديس العقل والفكر والنوايا والمخططات. والابن يعني يسوع نطلب منه نعمة تقديس القلب والأحاسيس والمشاعر اللي موجودة فينا. والروح القدس نطلب من الروح القدس نعمة تقديس أعمالنا، كل شيء بنعمله بالنهار، وإن شاء الله تكون كل أعمال دينا تكون حسنة وجيدة. فإذا إشارة الصليب تعني ثلاث أمور: تقديس العقل، تقديس القلب، وتقديس الأعمال. وهلا بدي أحكي عن نقطتين بيتكاملوا مع بعض. شو هي القيامة؟ شو هو الظهور؟ بس كلنا شفنا انه حياة يسوع فيها ثلاث محطات، فيها الولادة، كلنا شفنا الولادة، مش كلنا، انه الرعيان شافوا الولادة والمجوس شافوا الولادة، نعرف وين ببيت لحم. واذا ولد المسيح ببيت لحم، بيت لحم معناتها بيت الخبز كي يكون طعاما لكل الناس بذاته. وشفنا انه كمان اتألم ومات على الصليب، واول عملية قلب مفتوح اجريت بتاريخ البشرية هي ليسوع على الصليب عندما طعنوه ونزل منه دم وماء. طيب بينما القيامة، هم اياك تسمعوا القيامة ما حدا يشوف، استنتجوا انه قام المسيح. يمكن تذكروا كلامه وقال انه اقوم في اليوم الثالث، وشافوا الحجر كالتحفة وخبرت مريم المجدلية. شو هي القيامة بالنتيجة؟ هي كلمتين، انه يسوع رجع الى السماء الى الحالة اللي كان فيها فوق قبل ما يجي ويتجسد على الارض. هيدي القيامة. وتأكدوا انه حال قيامة يسوع طلع عصر، مش انه ضل 40 يوم حير عم بيدور عم يعمل شوبينج شي محل مش عارف شو بده يعمل. المسيح صعد وطلع لفوق، وانطلاقا من فوق صار يظهر للتلاميذ، صار يظهر ساعة اللي بده، كيف ما بده، لمين ما بده، وين ما بده. بس في شغلة ناقصة بالإنجيل، ليش ما ظهر لأمه العذراء؟ ظهر لمين ما كان بس لأمه ما ظهر. هلا الجواب بسرعة إنه هي مآمنة بإجابة القيامة. فإذا شو هو الظهور؟ دايما بنتساءل وبنقول انه يا عمي مريم المجدلية شافته قبل ب 24 ساعة وتاني يوم ما عرفته، ليش ما عرفته؟ تلميذي عماوس قضوا ثلاث سنين معه، سهران على الطريق وما عرفوا، ليش ما عرفوا؟ التلاميذ على شط البحيرة ما عرفوا، زملوه خيال الروح شبح.
وتو مع ما ايمن هلا ما بتخفلاش الجواب بحب تسمعوا لي هالجبلي ما بدي شيء تاخذ مني الا هالجبلي. المسيح عندما قام هي الكلمه عندما قام dans un corps glorifié spirituel. فإذا le corps glorifié الجسد الممجد le corps spirituel ne peut pas être visible et reconnu et palpable. ما في ممنوع لأنه بفضل القيامة صار جسد يسوع ممجدا صار libre et libéré de tout ce qui est matière. ما بقى فيني اعرفه لا بقى فيني اشوفه ولا بقى فيني بس سي لو ميم جيزو مي جلوريفي. فاذا كل القصص انه مريم المجدليه فكرتهم بسلنجي وتلميذي عمارس فكروا رفيق ما حدا عرفه الجواب هذا انه صار سبيريتويال السبيريتويال نزل وابا خلص هذه القصه كلها سوا صار يظهر ساعة اللي بده وعمين ما بده وكيف ما بده. وهون بحب تعرفوا انه وقت المنقول نحن المسيح قام نقول حقا قام ما هيك؟ انا بزيد كلمتين عليه بقول كارثي لو ما يقول. ليش كارثي لو ما يقول؟ لو ما قام المسيح ما عملنا شيء. بقيامة المسيح احفظوا لي هالجملة جاي دروان وسياب صار لي الحق بالسما. بس لو تنتهي هون حياة يسوع بموته ما عملنا شيء ولا ترقينا شيء ولا استفدنا شيء ابدا. بما انه يسوع بتجسده دخل بحياتي تا انا بالقيامة ادخل بحياتي. بقى اذا بتريدوا كلنا الموجودين هون كلنا اللي استفدنا من القيامة et on doit actualiser la résurrection, exploiter la résurrection, et nous allons à des extrêmes, sans que nous ayons de même un mouftéh appartement de ça. Parce que le marge à l'Ioué, et nous allons à des extrêmes à l'Ard, à des émchis à la dawa hayyat de soi, d'aous à la hayyat de ça. Mais à ta ouhan, l'inassaf est chadid, انه المسيح عنده تلاميذ منزوعين بيمثلونا نحن. خذوا يوداس، يوداس كانوا ليسوع. مار بطرس نكروا ليسوع. توما شكك بيسوع. مما يدل انه الكونديسيون ايمان ضعيف. ساعة من امن، ساعة من شك. ساعة نصام فيدال، ساعة نصام انفيدال. هيدي حياتنا. La stabilité dans l'homme, c'est l'instabilité. Au point de vue foi, à la saïd de Saha, ou le Massari, ou l'Aïli, on est instable chez Tabiri, même au plan de la foi. Faisa Nahla, il va dans notre Bouhalla, notre Talabouéha de Yassi, il nous aide à l'Imane, parce que l'Aqsa, voilà. Ya Rab, zidna imana, il y a nous أصعب شغلة أداء شغلة وأخطر شغلة بحياة المؤمن هي الإيمان. ولا يوم فينا نآمن مثل الثاني. يوم ما إلي جديد يصلي، يوم تعبان، يوم زهقان، يوم مشكي، إنه وينك يا يسوع؟ ليش قلت لي بيي؟ ليش قلت لي أختي؟ ليش ما جبت لي صبي؟ ليش ما ليش؟ نقل كل السنين. نحن حياتنا مع المسيح تقتصر بكلمتين لتكن مشيئة. شو معنات لتكن مشيئة؟ معناتها مش انه ربنا بده ياني تحل علي المشاكل، لتكن مشيئتك تعني انه انا باي حالة موجود فيها، ان كنت فرحان، وان كنت زعلان، وان كنت شيء، يسوع موجود فيها. وبنهي كلامي بما انه هيدا الاحد احد الجديد، كيف اكون جديدا على صعيد وسيلتين فقط. أول وسيلة إنه أنا بدي أخلع عني الإنسان القديم، إنسان الخطأ، إنسان الخطية، إنسان الحسد، إنسان البغض، إنسان رفض المصالحة، هي أبشع خطية، وألبس إنسان جديد، إنسان المحبة والمصالحة وكل شيء.
والوسيلة الثانية والأخيرة، إياكم ثم إياكم تعتبروا حالكم منيح. المسيحي المؤمن كل يوم بكير لازم يقول يا ربي أنا مقصر، لازم أكون أحسن دايما، إنه أنا بدي أعمل بروجري على طول. بهالطريقة هيدي بيتحدد إيماننا وبتتجدد حياتنا، خاصة إذا عشنا نعم الثلاثة اللي قلت لكم إياها، اللي هو عندما يتقدس عقلي ويتقدس قلبي وتتقدس أعمالي. آمين. نؤمن بالله.